أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أسرار الرؤى، حيث يسعدني ويشرفني تلقي اتصالاتكم وأيضا رسائلكم على الهواء مباشرة للإجابة عليها. والنهاردة إن شاء الله في حلقة جديدة هاخد بعض الرسائل اللي كانت موجودة معايا من الحلقات اللي فاتت، وحين إن أنا تلقي اتصالاتكم إن شاء الله هاخد شوية رسائل من اللي هي القديمة معايا. هبدأ معايا في رسالة بتقول: بسم الله الرحمن الرحيم. حلمت بشخص ميت، هو جارنا جاي عندنا البيت وسلم عليا وطبطب عليا وطبطب على ايدي وقفلها، هو يعني طبطب على ايده وقفل ايده، وبعد كده مشى وقال لي خلاص انا مش هاجي تاني، انا وصلت اللي عاوزه مع السلامة. هو ان شاء الله انت ليك فلوس عند حد كان واخدها منك وكان رافض ان هو يردها لك، وان شاء الله هيردها لك بامر الله، يبقى في بينكم مودة ورحمة، ويبقى في بينكم زيارات لبعضكم، وهتبقوا كويسين واكتر من الاخوات ان شاء الله. رسالة تانية بتقول: أنا أنسة، حلمت إني بأكل صوبع موز. إنك بتاكل صوبع موز ده رزق عاجل إن شاء الله جاي لك، والله أعلم. رسالة تانية بتقول: حلمت إن زوجي رجعني، أنا مطلقة في الواقع، رجعني وبعد ما رجعني ملا الشقة بالورود الجميلة وسمك الزينة، كان حطه على السرير في الحوض بتاعه وكان شكله جميل. طيب اقف عند الرساله ديت، هاخد معايا اول اتصال النهارده. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ام ايمن؟ ام ايمن معايا؟ ايوه ام ايمن. ازيك عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي. والله انا بنتي حلمت ان في ثلاث اشخاص واقفين على الباب. ميتين، ثلاثه ميتين. ثلاثه ميتين. وكان شكلهم زي بعض. وكان واحد منهم طويل وميت، وكان ملفوف بالكفن. وكان ملفوف بالكفن. وشافت قبر في حجرة النوم بتاعتها، وكان حجرة والقبر دوت عليه خشب. عليه خشب. تحت السرير. وبعدين قالت لجوزها ندفن الشخص دوت في القبر. فجوزها بص كده للمنظر وسكت. وشافت شخصة في نفس الوقت في الحجرة، واحدة ست. عايزة تأذيها، ففضلت تقول الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر. وبعدين عايزة تدور وشها لقدام كده عشان تكلم جوزها، خايفة تبص لقدام لحسن الست دي تأذيها من ظهرها. وقامت على كده. وهي عاملة إيه مع جوزها يا أم أيمن؟ كويسة الحمد لله. ربنا يهدي لها الحال يا رب العالمين. حاضر يا أم أيمن. حاضر. ربنا يا رب. شكرا لاتصالك يا ام ايمن. هي ان هي والله اعلم تلاقي ثلاثه اموات واقفين عند على الباب وكده، في واحد منهم متكفن، فالثلاثه الاموات بيدلوا على حاجات هتحيا لها تاني من اول وجديد، هتبقى سبب في سعادتها اكتر من كده. اما المتكفن ده والله اعلم فبيدل يا اما على شيء جديد جاي الجثه، يا اما على حجه له، والله اعلم. اما الواحده الست دي فهي عدوه، بس الحمد لله هي من غير ما تعرف ان هي بتعمل من ورا ايه ولا كده، الامر هينتهي لوحده من عند ربنا. يعني سبحان الله يا رب، هتلاقي عندها ابتلاء، هي هتحس ان في واحده عندها ابتلاء قريبه منها، الشخصيه ديت هتلاقي الدنيا بايظه عندها خالص، هتعرف ان دي كانت بتكد لها مكايد ياما، وتقول الله يسهل لها، والله اعلم. معايا مين؟ معايا يا هدى. السلام عليكم يا هدى. السلام عليكم. ازيك يا هدى؟ ازاي حضرتك عامله ايه؟ في الحمد لله يا حبيبتي وانت طيبه يا هدى. انا عندي حلمين واستفسار، ممكن اقولهم لك وبعد كده تبقى تفسرهم لي؟ حاضر يا هدى اتفضلي. اول حلم اختي حلمت اللي جه مأذون كتب كتابها هي واختي وكتب اساميهم. في مأذون كتب كتابها هي واختك؟ على اختي. على اختك؟ يعني اتجوزوا بعض. لا تانية يا هدى مش فاهمه. اختي الصغيرة. اختي اكنها اتجوزت اختي، يعني المأذون كتب كتابها هما الاثنين. طب والاثنين دول مش متجوزين؟ لا مش متجوزين، واحده صغيره واحده كبيره. وفي حلم تاني؟ اتفضلي يا هدى. اختي حلمت اللي ليلى علوي، واحده جايبه ليلى علوي عندنا وجايه تخطب، جايه تخطب واحده مننا، وجايبه علبه فيها توكتين لبني وفيها دبلتين، واحنا الاثنين خدنا كل واحده خدت توكه. خدت توكه. حاضر. في حلم في استفسار تاني معلش. اتفضلي يا هدى. انا حلمت النهارده اللي في حصان خبطني على دماغي. حصان خبطك على دماغك. انت عندك كام سنه يا هدى؟ انا 25. 26؟ 25. لسه ما اتخطبتيش؟ لا. ماشي يا هدى حاضر. شكرا لاتصالك يا هدى. هي ان اتنين اخوات يجي مأذون ويكتب كتابهم على بعض، فالمأذون بيدل على الوثاق وعلى الرباط. اما الاتنين البنات انهم يكتب كتابهم على بعضهم فبيدل على ان هم هيبقوا مع بعض للاخره بتاعتهم، حتى لو جوزوا شعرهم ابيض ده يبقى في رباط بينهم وبعضهم وفي صله.
وفي زيارات مش هتنقطع ان شاء الله مع بعضهم، وتيجي ليلى علو، فليلى علو من العلو انها تيجي تجيب توك او دبل وكده، فبيدل ان شاء الله ان في واحده فيهم هتتخطب الايام ديت. التوك بيدل على، والله اعلم، ان اول خلفه لاول واحده تتجوز هتكون بنوته، والله اعلم. ارجع لرسائل تاني. رساله بتقول اللي هي بتاعت سمك الزينه، كانت حطاه على السرير في الحوض بتاعها، في الحوض بتاعه كان شكله جميل وناس وبس ايدي وجبيني. طب هسيب برضو الرساله ديت واخد الاستاذ وليد معايا. استاذ وليد السلام عليكم. الاستاذ السلام ورحمه. اتفضل يا استاذ وليد. الو. ايوه السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله يا استاذ وليد، اتفضل. يا دكتورة، عندي خطيبتي حلمت انها البيت كبير وحواليه شجر منجا، وبعد كده في حد الحوش فاضي ما فيش حد، لكن هي طلعت من الحوش وحد بيجي يجري وراها عاوز يضربها، دخلت الحوش جنب الحوش بتاعنا. مين اللي طلعت من الحوش؟ هي نفسها خطيبتي دي. خطيبتك؟ وبعدين طلعت تجري وفي حد كان عايز يضربها؟ بتعيط وهو بيضحك. عايز يضربها جوه بيتها؟ يضربها بره البيت في بيت الجيران. يضربها في بيت الجيران؟ هو بيضحك وهي وهي بتبكي وصحيت على كده. طيب يا استاذ وليد ماشي، شكرا لك يا استاذ وليد. هو ان البيت يبقى واسع وفيه اشجار مانجا، فالمانجا بيدل على الخير وبيدل على الامر الميسر الكويس. خطيبتك بتجري وفي حد عايز يضربها، في حد بيحبها وعايزها، وان هي تعيط وتبكي دليل ان هي شارياك انت وعايزاك انت، بس في ناس هتحب تتدخل وتبوظ علاقتكم مع بعضها، فخلي بالك من كده يا استاذ وليد، والله اعلم. هرجع لرساله تانية معايا اللي مش عايزه تنتهي دي. حلمت ان زوجة رجعني ليها المطلقه، وجوزها جاب لها سمك وجاب لها ورد وبص على ايديها وعلى جبنها، ان شاء الله بامر الله هترجعي له. الرؤيه دي بتقول هترجعي له، وشغله هيعلى وهيزيد وهيبقى في علو دايم، وتجارته هترجع تاني وهيزولها تاني، وهيبقى في علو بين الناس وهيبقى في نجاح ان شاء الله، والله اعلم. حلمت انا وصديقي اننا تهنا في صحراء، وبعد جهد عرفنا الطريق. انت وصديقك تهتوا في الصحراء ان انتوا مش عارفين راسكم ورجلكم مع بعضكم، وبعد جهد عرفنا الطريق ان انت خلاص هو يعرف هو عايز منك ايه وانت عايزه منه، عشان كل واحد يستقل بحياته، والله اعلم. الاستاذ سيد، حلمت ان ذقني طالت حجمها، وكنت لما باجي احلف اقول وحياد دقني، فكان واحد واقف قال لي قول والله، قلت المره الجايه علشان الكلام ده مش مستاهل يمين الله، وان صرفت عنه. طب كويس ان انت عارف ان ما فيش حاجه تستاهل يمين الله. طالما انت بتقول وحياد دقني وكده، فبيدل على انك ما تتدخلش في حاجات ما تخصكش، يعني ما تتدخلش في مواضيع ما تخصكش، ما تحشرش نفسك فيها، عشان في الاخر كلامك هيطلع تافه ومش هتعرف توصل اي حاجه، والله اعلم. في رساله تانية بتقول زوجي حلم ان والده الميت جاه واعطاه سلسله ومفاتيح، والده لما يجي يديله سلسله. طب هقف عند ديت. معايا مين؟ هدى. السلام عليكم. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه استاذه منى، انا هدى اللي كلمتك من شويه بتاعت ليلى علوي. على حلم الحصان ايه اللي خبطني على دماغي ده؟ ما هو العريس، ما انا قلت لك في واحده ان شاء الله هيجي لها عريس، يعني ده مش شر ليا يعني؟ لا يا حبيبتي، لا يا حبيبتي، فرح ان شاء الله، لان العلو ليلى علو من العلو جابت لك التوك. لا لا، ده ثلاث احلام مختلفين عن بعض يا استاذ. لا 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 لا، مش مختلفين، انت بتهيألك انهم مختلفين. ضربه الحصان والدبله والخاتم وعلو، في ارتباط قريب ان شاء الله. ماشي، شكرا ان شاء الله. شكرا لاتصالك يا هدى. اخد الرساله معايا تاني. بتقول حلمت اني بتاوب كتير جدا، وكانت عيني تبكي اي تنزل دموع. ان شاء الله في فلوس حد هيدفعها لك من غير ما يكون لها لازمه، يعني في حد هيدفع لك فلوس، الفلوس ديت انت ما كنتش مدور عليها، واحد هيسلفها لك، يا اما ان شاء الله هتحج، علشان كده في خير جاي لك ياما، والله اعلم. حلمت باني زوجي لابس سلسله ذهب، لابس سلسله بيدل على انفاقه وبيدل على ان عيشته ما فيهاش بركه، فخلي بالك. مين معايا؟ دعاء. السلام عليكم يا دعاء. عليكم السلام. ازيك يا دعاء؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي. انا متقدم لي عريس، وهو حلم ان انا، يعني هو عمل استخاره ونام وصحي حلم من الحلم ده. حلم ان هو ان انا يعني بعروسه، بس العروسه دي ملامحها مش باينه، والعروسه دي ما عندهاش حواجب، حواجبها مش باينه قوي، ضعيفه قوي. بس دراعها شبه دراعي، يعني هو بيمسك دراعها شبه دراعي بالظبط، بس ملامحها مش واضحه. ملامحها مش واضحه، بس هي اموره وبيضه. هو اللي حلم؟ هو اللي حلم. هي بيضه.
بس ودراعها شبه دراع، يعني هو في دماغه في الحلم ان ده دراع دعاء، يعني شبه دراع دعاء بالظبط. بس واتفق مع اهلها ان هو يروح يشتروا الذهب، اهلها قالوا له لا احنا مش عايزين ذهب، قال لهم لا انا هجيب ب 15,000. اهلها قالوا لا احنا مش عايزين ذهب، احنا موافقين كده. ده حلم. حلم تاني بقى ماما حلمته، ماما برضو عملت استخاره وحلمت ان هو جاي يكتب الكتاب وجاي داخل علينا لابس بنطلون ترينج وداخل يتكلم في التليفون الارضي جوه. حلم تاني بقى اخويا حلم، حلم ان هو جايب لي شبكه ب 15,000 جنيه. نفس الحلم الاولاني 15 برضو. بس كده يا دعاء؟ بس على كده. هو لسه ما تقدمش، لسه ما جاش رسمي؟ لا هو متقدم بس لسه ما لبسكيش دبل. لسه ما لبسناش دبل ولا عملنا شبكه. طب حاضر يا دعاء. حاضر حاضر، شكرا اتصالك يا دعاء. هو ان هو يجي ويشوف مثلا انتي وانتي بيضة وكده بس ما لكيش حواجب وكده وكلام من ده، فبيدل على صعوبات هتبقى في الفهم بينك وبينه، وان يقول اللي انا عايز اجيب مثلا الشبكه ب 15 ف 15، فبيدل على كثره الوعود. اما ان هي الرؤيه الثانيه برضو ولادك بتقول ان هو جاي يكتب الكتاب ولابس الترنجه، فالترنجه بيدل على الراحه للراجل، ما بيبقاش متكتف يعني، بيبقى واخد راحته، وان هو برضو جاي وكده وعشان يكتب الكتاب، فكتب الكتاب بيدل على المحبه بسرعه، يعني هو عايزك. اما ان هو اخوك يجي برضو ويقول نفس ال 15 برضو، فبرضو اكتر من حاجه كده هتخلف موعدها، بس هو شكله كويس، بس خليه يجيب كل ما عنده، يعني يتكلم بكل حاجه بصراحه عشان الموضوع كنت بمشي على نور يا دعاء. والله اعلم. معايا مين؟ ام مهند. سلام عليكم يا ام مهند. ام مهند عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام مهند؟ ام مهند يا استاذه منى، عامله ايه حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي. وانت طيبه يا ام مهند، اتفضلي. عندي بس سؤال، عندي استفسار لرؤيتين، رؤيه عامه ورؤيه خاصه. اتفضلي يا ام مهند، بس علي صوتك شوية. ماشي حاضر. الأول شفت الرئيس محمد مرسي، ابن الرئيس محمد مرسي. ابنه؟ علي صوتك يا أم مهند شوية. أيوه. علي صوتك كمان شوية. طيب حاضر، لحظة واحدة بس أوطي التلفزيون. طب يا حبيبي تعالى مهلك. أيوه بقول لحضرتك. اتفضلي. شفت ابن الرئيس محمد مرسي بيبكي. بيبكي وانا بقول الرئيس فين، فلقيته شفته قاعد مع في حلقه مفاوضات مع اسمه الرئيس اللي هو المؤقت دوت عدلي منصور او اشبه بشارون. يعني ابن الرئيس مرسي قاعد مع عدلي منصور. بس يعني متشابهين عدلي منصور وشارون، يعني في الرؤيه. طيب الاتصال انقطع، هترجع لنا تاني يا ام مهند ان شاء الله. هاخد رساله معايا بتقول لي حلمت، مدام محسن من اسكندريه بتقول حلمت بدولفين صغير كان عندنا في البيت وكنت باكله، وكان اخر النهار يذهب الى البحر علشان ينام، وبيجي لي تاني يوم كانت بتجيبه، مش عارفه مين اللي كانت بتجيبه علشان يفضل معايا طول النهار، وبعد شهر لقيت البيت كله نمل. طيب انت لو كان في ولد او بنت عندك في سن مراهقه بيعيش معاكي وحد بيجيبه لك، ابن اختك او ابن اخوك وكده، فحذر شويه من ما تقولش اسرار قدامه، لان اللي بيجيبه عشان ينقل الاخبار بتاعه بيتك لعنده في البيت، لان النمل في الاخر فبيدل على الحسد وزوال النعمه من عندك، فخلي بالك يا مدام محاسن. والله اعلم. هرجع لرسائل تاني. رسالة بتقول السلام عليكم أستاذة منى، دايما بحلم اني يتيم وببكي، وهذا الحلم اتكرر بعد زواجي 6 مرات، فما معناه؟ وشكرا لمجهودكم الرائع. هو ان دايما بتيجي ان انت يتيم، والحلم بيخلص على انك انت يتيم وبتبكي، ده بيدل ان في واحد حيران في تجارتك الرابحة او في انتظامك في بيتك وعلى امراتك الكويسة المخلصة، فحد بيتحير وحد بيحسدك وحد عمال بيقول يا بختهم، وحد دايما نظر لعيشتك، خاصة ان انت هنا يتيم، يعني معناتها ان في حد حيران في حياتك. والله اعلم. في رسالة تانية بتقول حلمت اني ولدت من فمي نور وريحان، وريحان نور يعني هي ولدت نور وفي ريحان باين طلع ابيض، وبعد ذلك ولدت بنت وماتت، ولدت بنت وماتت، ارجو الافادة لاني داخلة عملية صعبة. بلاش تعملي العملية وخليكي دلوقتي، بلاش تعملي العملية وخليكي دلوقتي. والله أعلم. معايا أم دعاء. السلام عليكم يا أم دعاء. عليكم السلام، ازيك يا أستاذة منى؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير. أنا مامة دعاء اللي لسه هي مكلماكي دلوقتي. دعاء دلوقتي التفسير اللي حضرتك فسرته لها، اللي هي
اللي هي موضوع الشبكه 15000 وال وكاتب الكتاب واخوها وهو العروسه اللي من غير حواجب دي. دلوقتي انا فعلا الحق اللي انت حضرتك بتقوليه دوت فعلا هو حق بيدينا كذا وعد وبيخلف فيه. فدلوقتي احنا مش عارفين دلوقتي نمشي الموضوع ولا نقفل عليه خالص ونمشيه. انا دلوقتي متحيره، انا مش عارفه اسي على بر. هقول لك يا ام دعاء، هقول لك هو ان في الرؤيه الاولانيه ان هو يروح لعروسه حلوه بيضه من غير حواجب ويقول هجيب 15000 ذهب، معناته ان هو عايزها بس بيخلف مواعيده ومش ثابت في كلمته، ما عندوش كلمه ان هو يجي تاني ويجي لابس سرنج ويجي عشان عايز كاتب الكتاب، هو شاريها كويس ومن جواه نضيف، بس مشكلته انه ما عندوش اتزان عقلي، يعني ما بيعرفش يدير اموره بنفسه ويخلصها بسرعه، ودايما متوتر ودايما بيحب يشور، ولو حد فاده بكلمه ما بيعملش بيها. اما اللي هي برضو ال 15 هو اللي بيخلف في ميعاده وفي وعده. طبعا الراجل اللي بيخلف في اكتر من مره في الوعود بتاعته ما بينفعش، فاهماني يا ام دعاء؟ فبرضو للاحسن صلي صلاه استخاره تانية برضو مؤكده برضو للموضوع ده، عشان برضو ما تتسرعيش وتتحسب على خطوبه على الفاضي، والله اعلم. هرجع للرسائل تاني معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي هي بتاعت العمليه اللي هي طالعه من بقك نور وريحان ابيض، ما تعمليش العمليه. في رساله من منى من السويس بتقول حلمت ان في واحده صديقتي اعطتني مخده وقالت لي خديها لكن انا لا احتاج لها، وبارك الله في حياتك وزادك علم. هي اللي بتدعي لها يعني. البنت دي كويسة، هي بتعلم السر بتاعك وعارفة سرك وبتسترك قدام الناس، حتى لو حد اتكلم عليكي هي بترده، والله اعلم. في رسالة بتقول حلمت ب مش عارفة ايه بأوردة زراعي، حلمت بأوردة زراعي تتلاحم مع بعضها، فخفت وذهبت الى الطبيب وقلت ايه اللي بيحصل في زراعي؟ قال لي ما هو ده المفروض يا ابني، وكان الدكتور اسمه سالم، سالم من السلامة او من السلم او من المحبة او من التواصل، فبيدل والله اعلم على ان يبقى في مصالحة بينك وبين اخواتك، شكلكم متخاصمين ولا حاجة، فالاوردة هي الاخوات، لما بتتلاحم معناتها ان في وصال بينكم وبعضكم، هتتلاحموا مع بعضكم وسالم من السلم مع بعضكم والسلامة، والله اعلم. في رسالة تانية بتقول انا متزوجه وعندي 7 اولاد، رايت اننا كنا نشاهد مسلسل سوري كنا نشاهده قبل سنوات، وفجاه سمعت صوت كانه سفينه كبيره ورايت دخان كثيف، ثم التفت مره اخرى للتلفاز، كان المسلسل نفسه لكن مترجم بكتابه لم افهمها تشبه العربيه، فسالت زوجي اخبرني انها الفارسيه، فحزنت لاني لم افهم شيئا، وكانت حتى برامج الاطفال بالفارسي مترجمه. طبعا انك تسمعي مسلسل ويجي سفينه ويحصل انفجار وتيجي بالافلام الكرتون او تيجي بالمسلسلات وتنقلب وكده وتنقلب بلغه تانية، ده بيدل على التخطيطات الماسونيه اللي شغاله الكرتونات الاطفال ومشغله المسلسلات والافلام اللي ملت البلد غير العربيه، دي تخطيطات عشان يبداوا يعملوا للمخ عمليه تفتيت ان هم مش مدركين واعيين لحاجات ما بتحصل، والله اعلم. الاستاذ عادل حلمت اني اطلق زوجتي طلقه واحده، فقالت لي مش مهم، المهم انك تبت في منزلك او انك رجعت إن تبات في منزلك. حلمت اني اطلق زوجتي طلقه واحده، فقالت لي مش مهم، المهم انك تبات في منزلك وما تنامش في مكان تاني، فرحت ونمت عند عمي، وكانت دي اول مره انام عنده، أول مرة يعني ينام عند عمه في الرؤية هي دولة عربية، إنك إن شاء الله هتسافر دولة عربية، موضوع هنا الطلاق ووداع زوجتك، يعني أنت هتودعها، هنا الطلاق اللي أنت طلقته لها إنك هتودعها وتسافر دولة عربية، فخلي بالك من نفسك وإن شاء الله سفرية موفقة، والله أعلم. في رسالة بتقول حلمت إني كنت بتفسح في حديقة عامة، وكانت زوجتي معي، فقالت لي اشتري لي زرع، فقلت ما معيش فلوس، فقلت خلاص انا عاوزه اطلع البلكونه كل يوم واشوف النهار وهو بيطلع، فقلت والله لا اجيب السما لحد عندك، هو يعني هيجيب لها حته من السما لحد عندك، طب كويس. فابتسمت وفعلا جبت قطعه من السماء عند اشراقه النهار لها، فصلت وحمدت ربنا. زوجتك ست كويسه جدا وست طيبه، وربما تكون الظروف مش ملائمه معاكم في اي حاجه، بس ما توصلش لدرجه ان المصحف ما يكونش موجود عندكم في البيت. هو انت عملت حاجه بس انا مش انا هي يعني هي تعتبر في حد السرقه، يعني انت سرقت بس بتسرق لغرض ان انت عايز تفرح مراتك بحاجه، فانت سرقت مصحف، خدت المصحف ده مش عارفه منين، بس مصحف صغير يعني، الله اعلم تكون خدته من مسجد او خدته منين او كده او كده، المهم ان انت خدته واديته لها هديه وهي حمدت ربنا يعني قرت فيه.
فانت كويس انك انت عايزها تقرا في المصحف، بس في نفس الوقت يعني كنت استاذن، واكيد محدش هيبخل عليك بكتاب الله، والله اعلم. هرجع للرسائل تاني. الاستاذ عماد من اشمون بيقول: حلمت ان بطني متوسطه الحجم بس فيها كركبه ومغص، وزي ما يكون. طيب اوقف رسائلي واخد معايا اتصال كمان. مين معايا؟ نسمه. ازيك يا نسمه؟ ازي حضرتك يا استاذه منى؟ الحمد لله يا حبيبتي بخير، اتفضلي. بعد اذن حضرتك انا حلمت حلم ممكن اقول لحضرتك؟ اتفضلي يا نسمه. انا حلمت ان انا كنت راكبه قطر انا وزوجي، وجينا واحنا ماشيين بالقطر دوت، يعني ماشيين بيه، هو كان رايح عند تيتا. فجينا بعد كده القطر ركبنا عربيتنا، احنا ما عندناش عربيه، بس لقيت عندنا عربيه سودا